وادعوا ربكم تضرع خفية غير تضرعا وخفية إن الله لا يحب المعتدين. تعرف هالآية ثاني واحدة، ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافش بها. آية أخرى، أنا هذاك اش قاعد نقول، قاعد نتبع في كلام ربي على الأذان، وأنت قاعد تقول لي أنا كافر وقاعد تحرض علي في الناس، شكون الإرهابي أنا ولا أنت؟ مسيف أحسن بلاي خلينا نرتكين، شكون بدنا مش بدناش مش مسك يا خويا تقول لي تكره الاذان ما جيناش. هذه دعوه للقتل، خاطر اي انسان بسيط اي انسان بسيط في توجر ولا دجاج ولا سبيبه، اي انسان بسيط يقول سي يوسف يكره الاذان وقالوها في الواحد تو نهرس ونقتله وينجم يقتلني. انت داعيه للقتل، انت داعيه للقتل الان، خاطر انا ما قلتش نكره الاذان وما نكرهوش الاذان ونحبوا الاذان، لكن نكره التهور اللي تكلم عليه ربي. وادعوا ربكم تضرعا